وبكده تقدر تحرك فيديو فوق الفيديو التاني، وكمان تقدر تحرك اي عنصر من العناصر اللي موجودة عندك على الشاشة وتعمل لها تحركات مخصصة لكل عنصر. يلا بينا نشوف ازاي. السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الابداع والتميز، دائما قناة ابدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم عن الكي فريم او الانيميشن. عشان اعمل حركة مخصصة لاي عنصر موجود عندي على الشاشة، هنبدأ دلوقتي نجيب اي عنصر. العناصر دي ممكن تكون فيديو او صورة او اي حاجة موجودة عندنا على الشاشة. نروح مثلا على سبيل المثال نجيب اي فيديو عندنا، اهو جبنا فيديو مثلا، اهو هنا فيديو شخص بيتكلم عادي جدا، ناخد منه مثلا الجزء اللي احنا عايزينه. اهو هنا هو الصورة ملء الشاشة. طيب لو هو بيتكلم وانا عايز بعدها اجيب صورة كمبيوتر او اجيب اي حاجة اثناء ما هو بيتكلم، اعمل ازاي؟ ممكن تعمل الطريقة ان انت تقص، تقطع كده مثلا، خلاص، وبعدين بداية من الجزء الثاني كده هو تقوم مصغر. بس ايه اللي هيحصل؟ بص لما نشوف كده، اهو فجأة الصورة صغرت، وده مش اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نعملها بشكل جميل يعطي منظر جمالي للفيديو، ان الصورة تنزل ولكن بشكل يعني تدرجي، تمام، بشكل تدريجي انها تنزل لحد تحت كده. طب نعمل الموضوع ده ازاي؟ هنعمل كنترول زد ونجيب الفيديو التاني بتاعنا، ندور على اي فيديو عندنا في الجهاز وليكن هذا الفيديو، اهو نحطه تحتيه، نوقف الفيديو دوت ونقص مثلا هنا، اهو كده الفيديوهين فوق بعض، تمام. طيب اللي حصل دلوقتي ان انا بشغل، لما اشغل الفيديو الاولاني بس هو اللي ظاهر، والتاني موجود فين؟ موجود تحتي اهو، ادي الفيديو التاني موجود تحتي. طيب انا عايز اعمل حركة مخصصة بحيث اثناء ما هو بيشرح تنزل الصورة لتحت كده واللي ورا يظهر بشكل تدريجي. ازاي هنعمل الموضوع دوت؟ هنبدأ بقى نخش على الانيميشن اللي انا هبدأ اطبقه. هقف دلوقتي على الفيديو الاولاني اللي هو فوق الشخص اللي بيشرح، واعمل رايت كليك واعمل اد انيميشن. بعد ما اعمل اد انيميشن هروح للجزئية اللي انا عايزه ينزل الصورة لتحت، ولتكن هنا هقف عليها واعمل اد، تمام. بعد ما اعمل اد هنا هو بقول بدء الحركة، واتحرك مثلا اشوف انا عايز اتحرك كام ثانية تقريبا، فاهمني؟ يعني حاجة بسيطة جدا، ممكن ثانية واحدة حتى، خلاص. وبعدين اعمل اد تاني، وهنا بقى انا لسه ما اخترتش الحركة. اختار الحركة ازاي؟ يا اما اختارها هنا في السكيل اهي، يا اما تكبير وتصغير، او ان انا اختارها مثلا من هنا اهو. كل دي تحركات اقدر اغيرها، او ممكن هنا كل دي حركات، ولكن اللي انا عايزه دلوقتي ممكن ان انا اعمل ايه؟ ان انا اصغر كده. فانا مجرد ما دوست هنا لتحت اهو، بص بقى هنا الخط الاخضر ايه اللي حصل؟ عمل الحركة اهو، سجلها عندي، سجل عندي الكي فريم دوت اهو، من هنا لهنا تبدأ الحركة. تعال نشوف بقى، نجرب تاني اهو، اهو الفيديو شغال عادي جدا. اول ما بيوصل عند الكي فريم اهو نزل بقى لتحت وظهرت الصورة اللي هو بيشرح عليه. طيب عايزين نحركها اهو، هو مثلا مغطي جزء على الشمال هنا من الشاشة، عايز احرك الصورة ديت من اليسار الى اليمين عشان الجزء اللي على اليسار يظهر. هعمل ايه؟ هقف هنا واعمل برضو اضافة، اضافة كي فريم، وبعدين اروح على اليمين شوية هنا هو التايم لاين، يعني في الوقت، يعني هنا بحدد الوقت، وادوس تاني وخلاص في الفترة من دي لدي عايزه يتحرك فين؟ ناحية اليمين، او مساحب هنا هوت ومؤديها ناحية اليمين. يبقى هنا هوت، بص اللي هيحصل، اول ما يوصل للكي فريم هم راح مودها ناحية اليمين. تعال نعيدها تاني من الاول، اهو الفيديو كبير بيتكلم، الصورة بتنزل، وبعدين يكمل عادي، وبعدين تروح ناحية اليمين. عايزها ترجع تاني ملء الشاشة، اعمل ايه؟ نفس الكلام، هدوس اد كي فريم، وبعدين اتحرك هنا شوية واعمل تاني اد الكي فريم، تمام، وكبرها ملء الشاشة. اهو نرجع تاني ونشوفها كلها على بعضها بقى دلوقتي. ادي اول كي فريم، بعدين تاني كي فريم اهو،
وبعدين التالت ترجع تاني من الشاشة. ده كان بالنسبة لو انت بتستخدم فيديوهين شرح فوق بعض زي ما انتم شايفين. طيب لو انا عندي صور او شروحات مثلا بي ان جي، صور صغيرة عايزة تتحرك في الشاشة بشكل معين، طيب نروح نجيب مثلا صور بي ان جي من هنا من عندي على الجهاز. مثلا عندي مجموعة من الصور اهو، نسحبها نهوت مثلا، دي صورة الفيسبوك. طيب انا عايز صورة الفيسبوك تظهر تمام من اليسار الى اليمين، هعمل ايه؟ تمام، هنبدأ نعمل هنا ونقف، بعدين رايت كليك نعمل اد انيميشن خلاص، وبعدين نخليها تظهر من اليسار الى اليمين من هنا كده اهوت، وبعدين نمشي ونقول كي فريم وتوصل لحد هنا وتقف. تعال نشوفها تاني بقى من الاول اهو، الحركة هتيجي اهو، بعدين تقف عند اليمين. طيب عايزها تصغر تحت عشان في صور تانية هتظهر جنبها، يبقى هقف عليها رايت كليك اد انيميشن بعدين اد تمام كي فريم، بعدين امشي شوية خلاص واضيف تاني كي فريم. ايه بقى اللي انا عايزه؟ عايزها تنزل تبقى على اليسار تصغر، هعمل ايه؟ اسحب واحطها هنا على اليسار، يبقى ايه اللي حصل اهو، وبعدين تصغر تقف ناحية اليسار، بعدين بخش بالصورة التانية اهي وليكن دي نفس الكلام اهو، اقف بعدين رايت كليك اد انيميشن تمام، عايزة تخش من اليسار الى اليمين هضيف اد، نخلي الكي فريم يبدأ من الاول خالص هنا اهو، وبعدين نقف تاني هنا ونضيف الكي فريم التاني اهو، من هنا لهنا هتخش دي من اليسار الى اليمين، نحدد مكانها في الاول الكي فريم الاولاني اهو، وبعدين في الكي فريم التاني اهو. ادي اول حركة معانا، بعدين عايزة تظهر فوق علامة الفيسبوك اللي كانت عندنا، يبقى هنضيف هنا اهوت كي فريم كمان، نعمل اد تمام ونتحرك سنة صغيرة ونعمل اد وتصغر وتبقى فوق الصورة اللي هنا اللي المفروض هنا فيسبوك. فعشان انا الفيسبوك تظهر يبقى انا هسحب دي واخليها فوق الفيسبوك، فالاتنين يكونوا ظاهرين في نفس الشاشة اهو. اهو زي ما انتم شايفين. طيب عايز احط معاهم كمان امازون اهو، امازون اهي تمام، اتحرك طبعا هنا الصورتين اللي في فوق قافلين على كلمة امازون، فانا هنا هو تدوس على علامة العين اقفل الصورة بتاعت فيسبوك، وادوس على علامة العين اقفل الصورة بتاعت الابل، يظهر لي بس الامازون، عايز اعملها في الامازون هنضيف برضو رايت كليك كي فريم اد انيميشن اد كي فريم، خلي الكي فريم الاولاني هنا كده، وبعدين اضافة يبقى كده، يبقى نفس الكلام اهو، هيتحرك من اليسار الى اليمين ويقف تمام، وبعدين عايزه يصغر ويبقى على اليمين بقى هنعمل ايه؟ اد تمام، تحرك سنة صغيرة وقعد تاني ونعمل له الحركة اللي احنا عايزينها، الحركة اللي احنا عايزينها ان هو يصغر كده ويبقى هنا كده اهوت. لما اظهر بقى الفيسبوك والابل هيبقوا التلاتة جنب بعض. نشوف كده، نظهر نشيل على علامة العين ونشيل هنا كمان علامة العين ونعمل الحركة للتلاتة مع بعض اهو، ادي اهو كده عملنا حركة مخصصة للتلاتة مع بعض زي ما انتم شايفين اهو، ده اتحرك طلع فوق وده اتحرك نزل تحت وده جه. ده كان شرح سريع للكي فريم وكيفية التحرك. طيب لو انت عايز تعمل زوم ان وزوم اوت على الصورة بعينها هتعمل ايه؟ نرجع مثلا للفيديو بتاعنا ده، مثلا على سبيل المثال عايز اعمل زوم ان هنا اهوت على صورته وهو بيتكلم تمام،
هنمشي نوت برضو ونعمل ايه كي فريم، اقف على الفيديو واعمل رايت كليك واعمل اد انيميشن، تمام. بعدين بتحرك اهو، ادي اد، ادي اول كي فريم، وبعدين بتحرك اعمل الاد التاني بتاع الكي فريم. هنا هو بقى ببدأ ايه اعمل الزوم ان، يعني هكبر الصورة مثلا كده اهو، يبقى هو كده هيخش على الصورة في خلال الوقت ده. تعال نجرب نشوف اهو، زي ما انت شايف قرب من الصورة ورجع تاني للمكان وكمل بعد كده بقية الحركات اللي انا كنت محتاجها. دي كانت نظرة سريعة للكي فريم والانيميشن للعناصر اللي موجودة على الشاشة، سواء كانت فيديو او صور. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهارده، وما تبخلوش على قناتكم قناه الابداع والتميز، قناه ابدع واستمتع، بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.